Hello everyone, حبايب قلبي grade 6, let's continue connect first term. أخذنا آخر حاجة كانت listen 2 في unit 5 مش كده؟ Yes. طيب احنا صفحة كام بقى اللي على الدور يا شباب؟ بيج كام في البوكلت؟ Lesson 3 ماركو بولو crosses the desert. ماركو بولو crosses the desert. ماركو بولو يعبر الصحراء. هنا يا شباب هنبدأ بكلمة dromedary. يلا قروا دروميداري معايا يا شباب دروميداري 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 اللي هو الجمل العربي دروميداري دروميداري ويفز كارافان 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 يبقى نقولها ازاي يا شباب؟ كارافان كارافان لان هتسمع ناس بيقولوا كارافان بس دي مش صح، الصح ان انا اقول كارافان 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 اوكي ساند دونز ساند دونز ساند دونز او ننطق دي واحده ما نقولش ساند دونز ساند دونز Fascinated by. Fascinated by يعني مولع بي أو مفتون بي. Fascinated by. Fascinated by. Westland. Wasteland. Wasteland. هنطول الجزء الأول. Wasteland. Wasteland. كلمة wasteland يعني أرض قفر، أرض بعيدة يعني. Wasteland. Wasteland. Legend. 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 Dangerous. Dangerous. Cabin. Cabin. Telescope. Telescope. احنا خدنا قبل كده كلمة لغز يعني ايه؟ Mystery. Mystery. هنا بقى mysterious. Mysterious. Mysterious غامض. Mysterious. Mysterious. Oasis. Oasis. An oasis واحد والجمع بتاعها جمع غير منتظم oases. Landscape. Landscape. Silently. Silently. Empty. Empty. عكسها full. Empty full. Empty full. Hope. 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 أو نقول hope ما نقولش hope. 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 Relaxing. Relaxed. Dry sea. Dry sea. Moved. Moved. Wander. Wandered. Wandered. جميل. احنا عندنا شباب في كلمتين شبه بعض قوي. Wonder بالO. Wonder بالO. ووندر بالA. wonder الأولى اللي بالأو دي معناه يتساءل أو يتعجب wonder برضو معناه عجيبة وجمعها wonders اللي هي العجائب والseven wonders العجائب السبعة wonder معناه يتجول يبقى أنا عندي wonder بالأو وفي wonder
اللي هي يتجول، ودي معناها روم، يتجول بلا هدف، روم يعني واندر. هنا بقى فاسينيت، فاسينيتد، سنيت فاسينيتد، سيل سيلد، سيل سيلد، تشينج تشينجد، تشينج تشينج، رول رولد، رول رول، سوي سويد، سوي 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 يعني يتمايل يتراقص، بويل بويلد، بويل بويل، سيم سيمد، سيم سيم سيم. لاست، احنا عارفين لاست يعني الماضي او الاخير، بس لاست هنا فيرب يعني يستمر او يدوم، لاست لاستد، لاست لاست. نقول مثلا it lasted for one month، يعني معناه استمرت لمدة شهر. go went، go went، yes، leave left، leave make made، make made، seesaw، seesaw، no new، no no new، think thought، think thought، بعديها sing sang، sing sang، stay said، stay said، freeze froze، freeze froze، lose lost، lose lost، look like يشبه، she looks like her mother، تشبه أمها، boiling hot، boiling hot، boiling hot. احنا عندنا لما الجو يبقى حر قوي قوي نقول it's boiling hot، it's boiling hot، ساعات احنا بنقول كده ده الدنيا حر بتغلي، هي دي it's boiling hot، وساعات نقول boiling hot الدنيا تلج فنقول it's freezing cold، يبقى الجو لما يبقى حر قوي نقول it's boiling hot، برد قوي نقول it's freezing cold، with no wind، with no wind، مش حد، for the first time، for the first time، by a light of a candle، but a light of a candle، come up، come up، come up، freezing cold، freezing cold. كلمة الأفق يا شباب اسمها horizon، هتلاقي ناس كتير بيقولوا لك عليها horizon، بس لا هي اسمها horizon، on the horizon، on the horizon، on، ما تقولش on، قول on، on the horizon، on the horizon، how long، how long، over the ocean، over the ocean، over the ocean، over the ocean، make a strange noise، make a strange noise، in fact، in fact، to pass the time، to pass the time، very interested in، very interested in. طيب احنا هنا دي يا شباب هنقولها dromedary، dromedary، يعني ما نطولش ما نقولهاش ديري قوي زي انا ما قلت في الاول، dromedary، dromedary، اسمع كده، dromedary، 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 يبقى الدرومادري اللي هو الجمل العربي، ولما نيجي نجمعها نشيل الواي ونحط اي اي اس تبقى دروماديريز، دروماديريز. اوكي ليتس ريد توجذر، تعالوا نقرا مع بعض كده، وات ديد ذا ديزرت لوك لايك تو ماركو بولو اند واي، كيف بدا شكل الصحراء بالنسبه لماركو بولو اند واي وليه،
ماركو بولو was 21 كان عمره 21 when in 1275 لما في سنة 1275 he went into the Gobi Desert for the first time لما دخل ذهب إلى صحراء غابي for the first time لأول مرة. He was fascinated by بتيجي كتير في الأسئلة fascinated in on by of يبقى fascinated by يعني مفتون بي. He was fascinated by the sand dunes كان مفتون بالكثبان الرملية لأن شكلها كان جميل جدا بالنسبة له. Which moved with each step the camels made. الكثبان الرملية دي مع كل حركة كان بيتحرك تتحركها الجمال كانت بتتحرك معاها ال sand dunes الكثبان الرملية. Some of the dunes were 60 meters tall. بعض الكثبان الرملية وصل ارتفاعها لكام 60 متر. متخيل قد ايه يعني البني آدم أطول بني آدم في الدنيا كلها مترين. فمتخيل إن الواحدة بس كده من الكثبان الرملية كان بيوصل طولها لستين متر 60 meters tall and 20 meters long وعشرين متر طول أفقي اللي هو بالعرض كده. أوكي طيب ماشي. يبقى هو كان fascinated by the sand dunes كان مفتون بيهم بالسبب الأول إن حجمهم فظيع 60 meters tall and 20 meters long and their shapes تاني حاجة بقى الشكل بتاعهم were always changing كان دايما بيتغير. The wind made them move and roll الرياح كانت بتخلي الساند دونز الكثبان الرملية دي تتحرك وتتدحرج like huge yellow waves بقت مخليها عاملة زي كأنها huge yellow waves يعني أمواج صفراء عملاقة فكانت عمالة تتحرك بالشكل ده. The wind made them, them move and roll like huge yellow waves. In fact في الحقيقة the local people السكان المحليين بتوع المكان called the Gobi Desert the dry sea in their language كانوا مسمين صحراء جوبي the dry sea أو البحر الجاف. طب ليه يا شباب why did they call it the dry sea ليش سموها البحر الجاف because the sand dunes looked like huge yellow waves لأن الكثبان الرملية زي ما انت شايف كده كان شكلها بيشبه الأمواج الصفراء العملاقة فهنا شبهوها بأمواج البحر فبالتالي سموا المكان ده ايه the dry sea البحر الجاف. The dromedaries قلنا dromedaries اللي هي الجمال العربية in the caravan اللي كانوا في القافلة moved slowly up and down the dunes عمالين طالعين نازلين على الكثبان الرملية بالراحة كده swaying like big ships over the ocean برضو سبب كمان ان هم ماشيين كده الجمال كانت عمالة تتمايل يمين وشمال كده عاملة زي ما تكون سفن فوق المحيط انتوا عارفين الامواج تقعد تحرك السفينة تخليها sway تتمايل right and left يمين وشمال كده. ماركو knew that after this place ماركو كان عارف ان بعد المكان ده there was nothing for thousands of kilometers بعد ما يعدوا الصحراء دي مش هيبقى فيه اي شيء لالاف من الكيلومترات no people no plants no water مسافة طويلة قوي هيبقى فيها ولا فيها ناس ولا فيها نباتات ولا فيها مية. It was a mysterious and dangerous place كان مكان غامض وخطير. By day بالنهار it was boiling hot الجو كان حر بيغلي نار. By night بالليل it was freezing cold الدنيا برد تلج. Sometimes there was snow احيانا كان بيبقى فيه جليد. They went on silently يعني استمروا silently وهم صامتين استمروا في الصمت. But
Often the wind made strange noises. بس احيانا كده كانت الرياح بتصدر ضوضاء غريبة. Like voices singing and drums playing far away. زي اصوات كده بتغني وطبول بتدق من بعيد سامعينها. فكانوا خايفين جدا. There were many strange legends about this desert. في اساطير كتير اتحكت عن الصحراء دي وخرافات كتير برضو. People said that travelers who were lost long ago in the desert wandered there still. بيقول ان الناس اللي كانوا بيسافروا من الاماكن دي في ناس منهم تاهوا وضاعوا محدش عرف طريقهم تاني. بيقول ان الناس دول ما زالوا هم اللي موجودين دلوقتي وهم اللي عاملين singing and drumming اللي بيغنوا ويطبلوا من بعيد. دول ارواح الناس اللي ماتت دي. طبعا دي كلها legends اساطير وخرافات. Before they left Lopnor. ايه Lopnor دي بقى؟ Lopnor هيجي وصفها لنا دلوقتي. بيقول لي قبل ما يغادروا Lopnor ماركو made sure اتأكد الأول they had enough food ان هم معاهم أكل كافي and water for the men ومية تكفي الرجالة and the animals والحيوانات اللي معاهم to last for one month تكفيهم لمدة شهر. احنا قلنا يا شباب ان هم كانوا في جابي ديزرت او صحراء جابي في قرية اسمه المكان اسمه Lopnor. اوكي بعد المكان ده هيقعدوا بقى آلاف الكيلومترات. No people, no water, no plants. مفيش ناس, مفيش نباتات, مفيش مي. After exactly 30 days of traveling across that frightening empty land, بعد مسافة تقريبا 30 يوم, شهر بالظبط, وهم مسافرين عبر هذا المكان أو الأرض المخيفة الفارغة, they finally saw the green line of Noah Oasis on the horizon. شافوا من بعيد كده في الأفق مكان green line, يعني خط أخضر أو ضوء أخضر كده لNoah Oasis, واحد نوح اسمها Noah Oasis on the horizon, بنت لهم في الأفق كده على حد عينيهم ما هي شايفة. They had no water, خلاص ما كانش باقي عندهم مية, and no food left, ومش باقي أكل كمان. And the animals were exhausted. Exhausted يعني very, very tired, منهكين تماما. But their desert adventure was over. خلاص بقى المغامرة الصحراوية بتاعتهم انتهت. They were in China. وأخيرا وصلوا الصين. كانت طبعا رحلة صعبة جدا. عندنا كلمة fascinated by, قلنا يعني مفتون بي. معناها ايه في الكلمات دي يا شباب؟ يعني very interested in, يعني مهتم جدا بشيء. fascinated by يعني مفتون بي, يعني very interested in يعني مهتم بي جدا. قلنا caravan اللي هي القافلة. caravan عبارة عن a group of camels and people traveling together, عبارة عن مجموعة من الجمال والناس مسافرين مع بعض فبنسميهم caravan القافلة. swaying قلنا يعني تتمايل, يعني moving from side to side, بتتحرك من جانب لجانب, تبقى swaying بتتمايل. wasteland قلنا دي يعني أرض خفر ما فيهاش أي شيء, ما فيهاش أي شيء دليل على العيشة. wasteland أرض خفر. a landscape where nothing lives يعني مكان أرض واسعة كده ما فيهاش أي شيء عايش. no people, no plants, no water. wandered قلنا يعني تجول, يعني walked about without a direction, يعني قاعد يتمشى كده من غير ما يكون محدد اتجاه معين. letter D. legend يعني أسطورة, يعني a very old and famous story, يعني قصة قديمة جدا ومشهورة بتبقى legend, خرافة أو أسطورة. دي letter B.
الكلمات دي بتيجي في الأسئلة كتير قوي يا شباب، فنقرأ المعاني دي كويس ونعرفها. هنا الستوري بتتكلم عن the mysterious land أو الأرض الغامضة. the mysterious land day 1 January 17th. واضح ان دي دايريز لماركو بولو، كاتب هنا الدايريز بتاعته أو اليوميات. فاليوم الأول كان يوم 17 يناير، بيقول today was a long boring day with terrible weather. النهاردة كان يوم ممل وطويل والجو فيه سيء جدا. The ship didn't leave the port. السفينة لم تغادر الميناء. So my journey to the mysterious land island, the mysterious island, رحلتي للmysterious island اللي هي الجزيرة الغامضة wasn't possible. ما كانتش ممكنة في اليوم ده. I can see the island. Island جزيرة والأس island طبعا. I can see the island through my telescope. أنا شايف الجزيرة كويس عبر التلسكوب بتاعي. The beaches are white and sandy. الشواطئ الرمال بتاعتها لونها أبيض وساندي يعني كثيرة الرمال. With many palm trees. وفيها أشجار نخيل كتيرة. And there are green mountains at its center. أو center. هنا في كمان جبال خضراء في النص كده. It's exciting to imagine what I could find there. من المثير ان انت تتخيل اللي انا قدرت الاقيه هناك. I'm sure I'll travel there soon. انا متأكد ان انا هوصل هناك قريب. Day 2 January 19th اليوم الثاني بيقول I was sad and down. يعني انا كنت حزين وداون يعني محبط يعني disappointed. All day yesterday امبارح كنت حزين قوي ومحبط طول اليوم امبارح. The weather was still bad. الجو كان لسه سيء. And there were strong winds. في رياح قوية جدا. I went for long walks around the ship to pass the time. عمال اخد جولات تمشية طويلة كده رايح جاي حوالين السفينة عشان اعدي الوقت. During the day أثناء النهار. In the evening في المساء I had nothing to do. كانش عندي حاجة أعملها خالص but read my book. The light of a candle. بس غير إن أنا أقرأ كتابي. The light of a candle in my small cabin. On the light of a candle يعني أقرأ كتابي على ضوء شمعة. In my small cabin في المقصورة الصغيرة بتاعتي في السفينة. Today the sky is a bit clearer. النهاردة بقى السماء بقت صافية أكتر سنة. There is some hope. يوجد بعض الأمل. For my journey perhaps. لرحلتي ربما تتم وأقدر أروح. The mysterious island الجزيرة الغامضة. But time seems to move very slowly in this place. بس يبدو أن الوقت هنا بيمشي ببطء جدا في المكان ده. Day 3 January 21st اليوم الثالث. I had quite a relaxing sleep in my cabin last night. نمت بشكل مريح شوية الليلة الماضية. And this morning وهذا الصباح I had breakfast with the others on the ship. فطرت مع الآخرين على السفينة. In the afternoon بعد الظهر there was good news. في خبر جيد جالنا from the captain من القبطان. Tomorrow the weather will be good with no wind. بكرة الجو هيبقى حلو ومفيش رياح. So we can go to the island in the morning. عشان كده نقدر نروح الجزيرة دي في الصباح. This ship will leave. السفينة دي سوف تغادر. When the sun comes up, عندما تشرق الشمس. I'm very excited. أنا متحمس جدا. Soon I can explore the mysterious island. قريب جدا هقدر أستكشف الجزيرة الغامضة. هنا شباب جايب لنا شوية حاجات للpronunciation أو النطق. بيقول لنا إن letter J لما باجي أنطقه لازم أحط دي في بقي كده الأول. بص كده هنا أقول إزاي. جوك. انت زي كده. جوك. 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 هيوج. هيوج.
يبقى لازم احط دي واضغط عليها الاول. فريدج فريدج ايج ايج دينجرس دينجرس لانجويج لانجويج بريدج بريدج فيليج فيليج دامجد دامجد ارينج ارينج جابان جابان كيج كيج. الرمز الصوتي بتاع اللي احنا بنقوله ده او اللي هو ج فيها ده ساوند في الاول اهو، لكن هنا الاس يو ار اي لما بنيجي ننطقها بص هقول ايه، هقول تريجر تريجر، هنا ما اديهاش دي بقى هنطقها عادي تريجر تريجر. اه يبقى ما ينفعش اقول تريجر زي ما كنت بقول هنا، لا هنا اقول تريجر treasure treasure اللي هو الكنز measure 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 يعني يقيس usually usually television television leisure 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 time اللي هو وقت الفراغ Asia 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 إيجا. إيجا اللي هي قارة آسيا. يبقى أنا عندي شكلين لصوت الج، في صوت لازم أحط فيه دي اللي هو صوت الجي والجي بالشكل ده جوك وهيوج، لكن الاس يو ار اي بتتنطق جار وما أحطش فيها دي تريجر ميجر يوجوالي تلفزيون ليجر إيجا هيوج هيوج فريدج بريدج. دول الرمز الصوتي بتاعهم هو في دي، لكن هنا ميجر ميجر تريجر تريجر الرمز الصوتي بتاعهم ما فيهوش دي. هتاخد بقى الكلمات اللي فيها ج تحطها هنا واللي فيها ج تحطها هنا. بناء على الكلام اللي احنا قريناه هنحل بقى الأسئلة دي. يوسف نمبر 1 يا يوسف. Space is a very old and famous story. قصة قديمة مشهورة اسمها Legend. Legend أسطورة. اتفضل يا معاذ. Is a group of camels and people traveling together. مجموعة من الجمال والبشر مسافرين مع بعض يبقى اسمهم قافلة. كارافان ننطقها ازاي؟ كارافان رؤى نمبر 3 يا رؤى. I usually play games for leisure and pleasure. حلوة قوي. كلمة leisure هنا بمعنى الترفيه وبلجر يعني السرور. I usually play games عادة بلعب ألعاب for leisure أو من أجل الرفاهية and pleasure والسعادة. في كم جملة هنا كده شباب. The bridge الكوبري in the village اللي في القرية is damaged تم تدميره is damaged and dangerous يعني متدمر وخطير. On television على التلفزيون they said that in Asia إن في قارة آسيا they found too much treasure to measure لقوا كنز كبير قوي إن إحنا نقدر نحسبه. Jerry just arranged to send his luggage to Japan. واحد اسمه جيري لسه مرتب إنه يبعت luggage اللي هي الشنط بتاعته to Japan لليابان. I usually play games for leisure leisure and pleasure. بلعب games for leisure قلنا للرفاهية و pleasure يعني السعادة أو السرور. عمر رضا عمر رضا number 4 يا عمر. means moved from side to side traveled. هو هنا
traveled هي المناسبة بس المفروض إن moved from side to side دي اللي هي sway. Wink. يعني أكيد دي فيها غلطة لأن moved from side to side دي يعني sway. ماشي قول لي عمر دي كمان you can a your brother to know how tall he is. You can measure. Oh, you can measure your brother. تقدر تقيس أخوك عشان تعرف طوله قد إيه. Lean means a landscape where nothing lives. Wasteland. A wasteland اللي هي الأرض القفر اللي ما فيهاش أي شيء. Exhausted means very إيه لينا. Exhausted means very tired. Oh, very very tired مرهق جدا يبقى exhausted منهك. أنس رامي used for keeping food and drinks cool. Fridge التلاجة استخدم لحفظ الطعام والمشروبات باردة. حمزة what was the weather like? What there? Was the weather like there? What was the weather like there? الجو هناك كان عامل ازاي؟ What was the weather like there? الطقس كان عامل ازاي هناك؟ رهف How were they long in the desert? How long? كم المدة؟ واحدة واحدة بقى. How long were they in the desert? كم المدة اللي كانوا فيها في الصحراء؟ How long were they in the desert? أيصل a legend. Yes, Mr. A legend means a very old and famous story. برافو عليكي. A legend, الأسطورة, means a very old and famous story. قصة قديمة جدا ومشهورة. مستر هو هنا ما فيش end. في أهي. End. فين اندي؟ مفيش اند. A very old ممكن اند دي تكون بس هي غلطة ان هو ما حطهاش. وممكن تبقى old famous عادي يعني من غير اند. Old famous story. ملك I was sad and down. I was sad and down. كنت حزين ومحبط. All day yesterday. All day yesterday. طوال اليوم امبارح. ملك خالد did Dalida find her book? Yes, she doesn't. هو سألك بقى إيه يا جميل هنا؟ Okay, did. يبقى yes she didn't. لو سألك بدو يبقى الإجابة فيها do أو don't. لو سأل بdoes يبقى الإجابة فيها does أو doesn't. لو سأل بdid يبقى الإجابة فيها did أو didn't. مازن تميم we didn't vacation this year have. We didn't have, but did we didn't بيجي بعدهم المصدر. مين الزوم يوزر ده شباب؟ مازن الغمراوي فين؟ طيب قولي يا آلاء No she didn't. هو جايب لك was. Wasn't. يبقى no she wasn't. عمر وطني
هاني didn't بو go didn't بعد على المصدر. مازن محمد فين؟ مازن محمد طب مين الزوم يوزر يا شباب؟ قولي يا آلاء. Did سوري your mom سوري بس ميك make علشان did عايزة مصدر عمر وطني. Yes she عمر وطني. Yes she did. Yes she did. مازن تميم we didn't We didn't have. have عشان didn't عايز المصدر. عمر رضا the water in the sea. Those were in the sea. Was warm. Wasn't warm. حمزة punctuate how does the writer feel on his first day on the ship. اتش كابيتال وفي الاخير في الاخير اكسكليميشن لا كويشن مارك question mark. كيف شعر الكاتب في اول يوم لي على السفينه؟ طيب بعد اذنكم يا شباب ممكن حد يبعت لي الصفحات بتاعت الدرس من الكتاب على الواتساب؟ بعت انا مستر يا ريت اي حد. مستر بعت انا مرتب يس اوكي ماشي اتفضل يا يوسف. Yes, Mr. swaying running wandering helping means moving from side to side. Sizing.
احنا قلنا الحركة من جانب لآخر يعني سوايينج اللي هو التمايل. عمر رضا Ocean Waves Caravan Legend is a very old and famous story. كارافان خلي بالك يعني ايه ستوري؟ قصة مشهورة وقديمة تبقى أسطورة. الأسطورة دي أو الخرافة اسمها ليجند. ليجند. لكن كيرافان ده اللي هي القافلة. A group of people and camels traveling together. مجموعة من الجمال والبشر مسافرين مع بعض. Ocean محيط. Waves أمواج. حمزة. The wind, mountains, sand dunes, lakes moved with each step with camels made. Sand dunes. The sand dunes, الجثمان الرملية كانت بتتحرك مع كل خطوة تخطوها الجمال. آلاء محمود. Wasteland, oasis, valley, village is a landscape where nothing lives. Westland. Wasteland. الأرض القفر هي الأرض اللي ما فيهاش أي شيء. رؤى. Number five. The caravan is a group of camels and people traveling together. احنا قلنا caravan اللي هي القافلة. A group of camels. مجموعة من الجمال and people traveling together. والناس مسافرين مع بعض. Lean. Last night I with my friends we walked about with without a direction. يلا يا لين. يا لين مش عارف بتعملي ايه بس يا لين. قولي عمر وطني. Yes, Mister. Last night I برافو عليك يا حبيبي. wandered يعني تجولت مع اصحابي. معناه ان we walked about without a direction. طالما مشينا بدون اتجاه كده يبقى wandered تجولنا بلا اتجاه. لينا سلمان. Marco Polo was fascinated by the sand dunes, which move with each step the camels made in the desert. The dromedaries. Bravo. The dromedaries. الجمال العربية. The dromedaries. In the caravan. Caravan. The dromedaries. الجمال العربية. In the caravan. اللي في القافلة. Moved slowly up and down the dunes, swaying like big chips over the ocean. They went toward Lubnur, the last village before the empty wasteland of the desert. أيوة. بيقول لنا يا شباب عن مكان اسمه لطنور. إيه هو لطنور ده؟ بيقول لنا دي the last village كانت آخر قرية before the empty wasteland قبل ما يدخلوا الأرض القفر اللي ما فيهاش أي حاجة في الصحراء. Mark knew that after this place there was nothing for thousands of kilometers, no people, no plants, no water. No water. Thank you, Lina. Bravo, جميلة. Aysel. ماركو بولو was 21 when he مش عارف ايه اللي احنا لسه قاريينها. كلمة fascinated معناها ايه ايسل؟ Amazed. fascinated يعني مفتون يعني amazed مندهش. جميلة. رهف. Some of the dunes were meters long. يا رهف. 20 meters long. برافو عليكي. احنا قلنا الطول كده طال كانوا 60
والطول الأفقي كانوا 20. ملك تعالوا أطبيت ده سردوزور The wind, الرياح, made the sand dunes move. جعلت الكثبان الرملية تتحرك. يامن, how old was Marco Polo when he went into the Gobi Desert for the first time? He was fascinated by the حبيبي. sand. انت قريت السؤال بيقول لك ايه؟ اقرا اول جملة يا ام. ماركو بولو was 21 when in يس، يبقى سألني كم عمره when he went into the Gobi Desert for the first time. يبقى he was 21. مازن تميم, what did the local people call the Gobi Desert? السكان المحليين سموا صحراء جوبي ايه؟ سموا صحراء جوبي Local people called the Gobi Desert the dry sea. سموها البحر الجاف. They called it سموها the dry sea, البحر الجاف. ما تتمر سبحانه. رتب يا يامن. رتب يا يامن. ماركو مستر ماركو was ماركو a great ماركو بولو was a great traveler. ماركو بولو was a great a great traveler. كان رحالة عظيم. اوكي مستر ملك خالد. ماركو بولو was fascinated by the sand dunes. Was fascinated by sand dunes. كان مفتون بالجثبان الرملي. اوكي يا ملك برافو. معاذ. مين اللي بيقول مستر كل شويه يا شباب؟ انا يا مستر علي. انت مين؟ انا علي. نعم يا لين. عايزه اجاوب. حاضر يا حبيبتي. بصي احنا ماشيين بالدور اهو، يعني مازن تميم وبعدين يامن وبعدين ملك خالد وبعدين معاذ وبعدين ملك. اول دورك ما يجي هتجاوبي على طول، بس ابقي ردي على طول عشان انا بندهلك وانت مش بترد. عندي ده كان وحش. ماشي يلا يا ملك. It is a place a bit it is a mysterious place and dangerous. لا يا ملك. place آخر حاجة. It's a mysterious and dangerous place. اه كده احنا place ده الاسم بنوصفه ان هو mysterious غامض and dangerous وخطير، يبقى الاسم في الآخر خالص. يبقى it is a mysterious and dangerous place. بعدها لينا what were the dromedaries like? The dromedaries like. Like. اه كانت بتشبه ايه الدروميداريز او الجمال العربي؟ شكلها ايه؟ مين بعديها؟ عمر وطني.
I was sad and down. Down يعني محبط. I was sad and down. All yesterday. All day, طوال all اليوم. day. Yesterday. Yesterday. رؤى, did your mom? Did your mom make your dress, Layla? Make, علشان did معها المصدر دايما. عمر رضا, we didn't. Okay, Mr. We didn't have. Lean. In 1275, ya Lean, Marco Polo. Okay. When? Went, علشان السنة دي في الماضي. حمزة, how big? Where? برافو عليك, where, لأن sand dunes جمع. أنس رامي, what the weather like yesterday? What was? برافو عليك يا حبيبي. ألاء, where? Where was he? أين كان? When he wrote it, عندما كتب. مازن محمد موجود ولا لا؟ ايوه لسه موجود. امال انت كنت فين في اللينك الاولاني يا مازن لما قعدت ساعه اقول لك مين اللي كاتب زوم يوزر؟ فين مازن محمد؟ قعدت اندق عليك ساعه ما بتردش ليه؟ معلش يا مستر, كنت في التويلت يا مستر. How did you? How did you feel? Feel. عشان did يبقى لازم مصدر. قول يا مازن اعمل لي punctuation للجملة دي. Which Egyptian animal does that animal look like? ال I capital. فين ال I دي؟ W. وال E بتاعت Egyptian. ايوه. و question mark. Thank you. Rahaf, I visit my grandparents every Friday. Will I tabit it? Okay, it's later. Friday. Full stop. Yes. يلا شباب اعملوا دي معايا كلكم يلا. ها يس فيها ايه؟ يس الواي كابيتال. ايه كمان؟ الواي بعد يس ونو لازم بنعمل ماما وناس كتير بتعملها دي. ماريا يس فول ستوب. هنا احمد زكي. احمد الكابيتال وزكي زد فول ستوب. يا شباب انا بعتلكوا فعلا. أنا بعت لكم كتاب المعاصر نسخة السنة دي على الجروب PDF. أوكي؟ نزل الكتاب معايا يا مستر. ماشي كويس أوي إن الكتاب معاك بس في ناس مش معاها عشان إحنا شغالين من ستيبهات. وأنا كمان معايا المعاصر. ما جميل, اللي معاه المعاصر هيحل بقى الامتحانين اللي في الآخر في آخر اليونت. هقول لك بالظبط أهو. دي يونت 3 دي. مش عايز صور انا يا استاذ. صفحة كام طيب؟ جات اهي. الامتحانات هنا يا شباب. عندك امتحانين في نهاية يونت 1 بيج 52 53 54 55. تمام.
واللي مش معاه الكتاب يا مستر يصوره؟ ما تصورش الكتاب ليه بس؟ حرام يعني، انا عايز الاربع صفحات اللي في نهاية يونت 1 بس. يعني احنا هناخد الامتحانات اللي في نهاية كل يونت، يعني المرة دي هتاخدوا الاربع صفحات الامتحانات بتاعت يونت 1، والمرة الجاية الاربع صفحات بتوع يونت 2 وهكذا. مستر الكتاب ده Thank you and good night. ده مستر